المحطة السادسة والعين على مسار نادي باريس سان جيرمان، الفريق الذي يتسيد الدوري ليس النادي، وكذلك تقديم لوسائل الإعلام أول أمس الأربعاء عندما كشف عن طموحاته وأكيد أهدافه مع الفريق الباريسي. بالمقابل اختيارات هينز بيرجر اليوم مع كاواشيما في حراسة المرمى، الدولي الياباني ياسوي كوتو 32، بيسيبا 6، فيليكس 23، جانب الروح المهاجم بينما لدينا كره مرفوعه بحثا عن راس المطاطور الاوروغوياني ديسون كافاني، تمشي سريعه لمونيه يعكس مونيه ضعف منذ البدايه من جانب الفيشه للتعادل، ولكن هذا زمان الامر يختلف الان لان نادي مالس الارقام تقول بانه فريق يسجل بدايه سيئه جدا في الدوري الفرنسي، الارقام تقول بان مالس نعم ممكن ان ينهار امام هذا المثلث المرعب الذي يقوده نيمار والمتابعه كذلك لكيليان مبابي، لان الصحافه وسائل الاعلام ترصد تحركات مبابي في اول حضور مع الفريق الباريسي، تمشي الكره في الجهه اليسرى ناحيه اللاعب اليوري، هذا واحد من تعاقدات الفريق الباريسي الرابيو والدوري الفرنسي، يلعب لمبابي ومتابعه دفاعيه من بيسيفاج في التغطيه امام كيليان مبابي، لا ننسى تمتع بخبره كبيره في الدوري الفرنسي، ولا ننسى كذلك بانه لعب موسما مع فريق باريس سان جيرمان، اسم الذي بكل تأكيد تتلمذ وتكون على يد أنطوان كومباري، عندما كان كومباري مدربا لنادي فرنسيان وعندما أشرف علي نعم عندما كان أنطوان كومباري مدربا كذلك لنادي باريس سان جيرمان قبل مجيء آنذاك للمدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي، تمشي الكرة لدراكسير ينتظر اللاعب موطا، تمشي لماركينيوس، يتقدم المدافع البرازيلي بجانب رابيو ماركينيوس، بينية ممتازة ليوري، هو يوري عرضية مبابي، يجدون اللاعب نياكاتي الفرنسي مرة أخرى، ترجع باريسية نعم تحكم ممتاز كل العروض التي قدمت له، لأنه كان هناك حديث كبير عن أندية شهيرة في إنجلترا المان سيتي وحتى في إسبانيا مع الريال والبارسا، لكن باريس سان جيرمان كان هو الهدف، بينما كرة وفرصة جول غريب وعجيب، إيديسون كافاني اليوم في حال تسجيله لأنه سجل في الإنجليزي، إسلام كرة من جانب لعب كواد، كواد يعكسها كواد هنا يمررها عرضية في الانتظار والراس ممكن هناك، هو الآخر أعطى إشارات قوية بأنه جاهز تماما لأن يدافع عن لقبه، بينما لدينا كرة وخطيرة كانت ممتازة، رائعة يا نيمار حتى على المقاس، ومن هذه الكرة مباشرة في وسط الميدان كيليان مبابي عطى من تياغو موطا بهدوء يمرر نيمار، يتقدم البرازيلي نيمار، نيمار مبابي كان في الانتظار يا نيمار، المنادات من الفرنسي، نيمار يعود، نيمار يتقدم، نيمار لمن ما هو الحل يا نيمار، خطأ الحكم يقول ولا شيء، يوري رواق حتى مسؤول التسجيل، لكن بيسيفاتش رابيو يلعب كره لنيمار، يتحرك البرازيلي ممتازه، هو جول، ارينا مهاراتك، ارينا ابداعاتك، ها هو نيمار المبدع، ها هو نيمار رسمها، ها وعنده النضج التكتيكي ليصنع الفارق حتى وسط الزحام الذي يحاول ان يفرضه نادي مات، هاي الحلول، امبابي وقتك يا امبابي وكافانا تياغو موطا في دور المدافع، نيمار عمل كبير في صناعة اللعب، يمرر الكرة لا وجود لمبابي، يتحرك مبابي، أرضية دوسيبي من المرور، دوسيبي ممتاز، دوسيبي الأول والثاني خطيرة اليوم، دوسيبي عمل كبير وتساؤل كبير بالمقابل من مدافعي نادي باريس، انتقالات أوكفير وبالتالي فدي ماريا مع البي اس جي بينما كرة كذلك تشكل خطورة طبعا، الخبرة تلعب دورة اليوم، خبرة لاعبين نادي مالس تلعب دورة، انطلاقة سريعة هنا من جانب البي اس جي، نيمار وحده، رغم الوضعية الصعبة بينما مبابي يمرر الكرة لنيمار، هنا شبن في نقطة مع الريال رابيو في السينما، نيمار مصدر الخطورة نعم، يتحرك نيمار والمنادات من كافاني، وضعية وتنشيط دفاعي بالمقابل كان في المستوى لكتيبة المدرب هانس بيرجر، إذا يبدأ الشوط الثاني يحقق في الخمس انتصارات الاولى، هذا حصل في 86، بينما لدينا كره خطيره مشاهد من خلاله هدف لنادي مالس، هذه لعادة مرة اخرى ماركينيوس، ماذا يفعل اريولا، يحقق في الخمس انتصارات الاولى، هذا حصل في 86، بينما لدينا كره خطيره
الجيل من خلاله هدف لنادي باس، هذه الإعادة مرة أخرى. ماركينيوس مدافع لاريولا، ومكاتبنا مفتوحة للاتحاد الأوروبي والكل من أجل طبعا فحص كل التعاقدات والانتدابات التي قام بها نادي باريس سان جيرمان، والكل مرحب به وبكل سرور. طبعا نحن على استعداد لاستقبال الجميع، بينما كرة خطيرة بهذه الطريقة، هذه البداية، ومازال مازال امبابي مدينة الكبار من أول خطيرة. نيمار، نيمار جديد كاتب هذه الكرة الأرضية، هو جول يا كافاني، يا سلام لو كان في الشباك. هذه كافاني الرابيو حلقة وصل بين الدفاع والهجوم إلى جانب اللاعب تشاكو، موضع كرة مباشرة في اتجاه كافاني. كافاني قبل الهداف، هو الهداف الموسم الماضي الثالث حسابي خاف في شي فالنسيا الاسباني، بينما كرة لنيمار، نيمار يسدد مبابي، كافاني سجل، مبابي سجل، وبالتالي كامل الضروري. كامل حسابي خاف في شي فالنسيا الاسباني، بينما كرة لنيمار، نيمار يسدد مبابي، كافاني سجل، مبابي سجل، وبالتالي كامل الضروري.